في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أخبار حصرية من عالم بوليوود. تصدرت البارحة الفنانة الهندية السابقة والمعتزلة سنة خان عناوين الأخبار الهندية، وذلك بعدما شوهدت وهي تتوجه إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية للقيام بمناسك الحج لأول مرة بعد اعتزالها. وقد شوهدت هي وزوجها معا، حيث أنهما قاما بتحميل مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبوا من أصدقائهم ومتابعيهم بالدعاء لهم، كما أضافوا أنهم سوف يقومون بالدعاء للجميع. ومن جهة أخرى، سنة خان تحدثت بطريقة مؤثرة وكشفت بأن القيام بمناسك الحج كان حلما لها والذي حققه الله لها أخيرا، وكشفت أنها متحمسة لزيارة المقام الشريف. وإليكم مقطع فيديو لسنة خان من الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن جهة أخرى، نجمة بوليوود الاستعراضية نورة فتحي تتعرض لكثير من الانتقادات، وذلك بعدما شهدت قبل يومين في موقع تصوير برنامجها للرقص دانس ديفاني جينيوس، وذلك بعدما ظهرت وهي تخرج من السيارة وشهدت بجانبها حارس الأمن الذي كان يحاول مساعدتها عند نزولها من السيارة، حيث كانت آنذاك أمطار غزيرة في الهند، الأمر الذي جعل نورة تتعرض لهجوم شرس من طرف مستخدمي الإنترنت الذين علقوا بأن نورة قد أصبحت مغرورة، وقد بدأوا يشفقون على حارس الأمن المسكين الذي كان يغرق تحت المطر، في حين كتب مستخدم آخر وقال عيب عليك يا نورة، وتعليقات أخرى سلبية. وقد احتج الجميع على هذا النوع من التصرف الذي اعتبروه عبودية في هذا العصر. ورسميا النجم الهندي شاروخ خان وسلمان خان يستعدان للظهور معا في فيلم أسطوري، وذلك بعد 27 عاما من فيلمهما كران أرجون، ويشار أن الفيلم سوف يكون من إخراج ياش راج فيلمز. وحسب ما نشر عبر مواقع هندية، فإن المخرج أديتيا يستعد بدء كتابة سيناريو الفيلم، وسوف يكون فيلم أكشن ضخم.